سلموا لكم كل أصحابي وكل الناس الجميلة اللي دعتني والمشاهدين اللي بيتفرجوا عليا في مسلسلات، كتر خيركم أنا بشكركم أوي. ربنا بارك فيكم، انتوا اديتوني دفعة كبيرة وربنا ان شاء الله كبير، اللي عايزه هيكون. لو ربنا رايدني امشي همشي، وربنا رايدني اعيش عشان اربي اولادي واشوفكم واشكركم، هيكون كله بإذن المولى عز وجل. أنا عندي سرطان بلعوم أنفي وغدد لمفاوية. أنا عملت الحمد لله جلسات كيماوي وشعاع وخلصتهم، ومنتظر آخر الشهر أعمل مسح ذري أشوف الورم مشي ولا موجود. ادعولي أصدقائي وحبايبي، ادعولي. أنا عرفت أتكلم لما ولادي ومراتي قالولي إن أنتوا كاتبينه. ربنا يبارك فيكم ويخليلكوا أولادكوا، وأنا متشكر ليكوا ألف شكر. ربنا يخليكوا. وتحياتي للدكتور الأشرف الذكي العظيم الإنسان، أنت أب وأخ كبير، ومهما الواحد قال عنك مش هيوفيك حقك حبيبي. وتحياتي أستاذي الكبير، أستاذي وحبيبي وأبويا فنان كبير محمد صبحي. يا رب، وأنا مش قادر معلش اعذروني أتكلم، كاتب بالشكر مع الأستاذ خالد لكل الناس اللي وقفت جنبي كتر خيرهم، بس أنا مش قادر أذكرهم تاني.